السلام عليكم يا شباب. أنا أخوكم كمال جبير من ولاية تكساس، مدينة دالاس. حضرت أول كلاس مع الباشمهندس إيهاب في 2013، كان عن النيتوركينج، وبعديها اشتغلت في مجال التكنولوجي، لكن ما اشتغلت على نتورك انجينيرينج. فاشتغلت في وظائف كويسة وتدرجت واشتغلت في شركات كبيرة، منها شركة ديش في دنفر، واشتغلت في تي موبو في أوكلاهوما، واشتغلت في سامسونج في دالاس. و طموحي أنا يوميا بحاول أطور نفسي وبحاول أمشي لقدام. استفدت جدا من الكلاس بتاع 2013، وكان دافع بالنسبة لي إنه أنا أمشي لقدام، وخطيت خطوات طويلة جدا. هسه أنا الأيام دي في كلاس مع الباشمهندس إيهاب، لأنه أدخل في مجال ذاته، أقدم لوظيفة نتورك انجينيرنج، وطموحي في شركات كبيرة، ما في شركات صغيرة ولا مع ريكروتر صغير. أنا طموحي مايكروسوفت، طموحي أي بي إم، وإن شاء الله أنا متأكد إنه هحقق الطموح ده بفضل مجهودي وبفضل جهدي ومثابرة الباشمهندس إيهاب، وإن شاء الله هنصل لأهدافنا. نصيحتي لكم يا شباب، التكنولوجي بصورة عامة مجال واسع جدا، وكل يوم فيه حاجات جديدة ومتطور، فلازم الواحد يعمل أبديتنج لمعلوماته، ولازم يطور نفسه، ودائما خلي سقف طموحاتك عالي جدا، ما يكون محدود، وبإذن الله هتحقق طموحاتكم، وحنكون يعني قوة ضاربة في مجال النيتورك as a community إن شاء الله. وفقكم الله، ولكل مجتهد نصيب، ومن طلب العلا سهر الليالي. تحياتي، وربنا يوفقكم ويسدد خطاكم، وانتم قدورة وعشرة إن شاء الله. السلام عليكم.